لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. طالبوا مركز للناس هذا. احنا الحالة دي الفتنة ديالنا لسعد رحيم راه شنو نقول لكم؟ لا إله إلا الله. الحل الوحيد ما كاين لا جمعيات لا حاجه، لان الجمعيات ما غتقدرش تدعم الناس كامله وما غتقدرش تعاون الناس كامله. تخليدا للذكرى الاربعينيه لرحيل اخينا المرحوم عبد الرحيم السويلي، كموسيقي مهني فنان اعطى الكثير للمجال الفني لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني، اشتغل مع مجموعه من الفرق محليا ووطنيا. على سبيل المثال نذكر ان مجموعه المشاهب، هذه المجموعة اللي اشتغل معها لأزيد من 8 سنوات وأعطى معاهم الكثير، ومن خلالها كان هو السفير ديال الأغنية الملتزمة إلى خارج أرض الوطن، لأنه قضى معاهم مجموعة وحيا معاهم مجموعة ديال السهرات خارج أرض الوطن، فكان السفير للأغنية الملتزمة والأغنية اللي كتحمل واحد الرسالة. قدر الله عليه أن يصاب بالمرض اللعين السرطان على مستوى القولون، التكاليف الباهظة ديال العلاج. اخ عبد الرحيم ديالنا كان يعني يقف عاجزا امام هذه التكاليف، فكانت الجمعيه تحاول تخفيف عن هذه المعاناه، ايضا حتى الجمعيه المغربيه لمرضى السرطان اللي كنوجهوا لها الشكر الجزيل. عبد الرحيم السويلي كان من بين الموسيقيين اللي عانى في صمت، عانى في صمت، وهذا الحفل حنا بقدر ما هو حفل بقدر ما هو نداء، نداء لكل المسؤولين لكل من يعنيه الامر، اننا نريد مركز انكولوجي لمرضى السرطان. حنا بالنسبه لنا كانت التجربه مرت بسلام كي كنقولوا، وكنا محظوظين لاننا لقينا المقربين، لقينا الاصدقاء، لقينا بزاف الناس اللي دعمونا وساعدونا. وكنت انا كنقول على نفسي انني محظوظه، محظوظه لانني لقيت لي ديني ويجيبني لمراكش. كاينين الناس كتعاني في الصمت، الجمعيه المغربيه ما يمكنش لها بوحدها ايد وحده ما كتصفقش. حنا قالوا لنا وعود بان المركز غيكون، ولكن تسريع تسريع بانشاء هذا المركز لان الناس كتكرفس. صديق ديالنا السي عبد الرحيم السويلي، انا مسكين في مرض السرطان، الله ينجي كل واحد منه. كان انسان خدوم وانسان فنان بمعنى الكلمه، خدم مع جميع الفروق هنا في مدينه اسفي، وكان رجل خدوم بصراحه، وكنتمنوا ليه الرحمه والمغفره من هذا النهار، وكنتمنوا جميع الاخوه الموسيقيين ينجيهم الله ويحفظهم الله، لانهم ساكن ما عندهم الا العمل ديالهم اللي تيخدموه، ما عندهم شي تغطيه، ما عندهم شي حاجه. المعنيين بالامر انهم يشوفوا شويه من هاد الموسيقيين بانهم سكره تيعانوا في الصمت كيف عانى هاد الاخ صديق ديالنا، عانى في الصمت. ولا يسعنا سوى المزيد من الدعاء لمن يحيي العظام. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.